أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين إيلون ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لقيادة وزارة جديدة تعنى بالكفاءة الحكومية بهدف خفض الهدر وتقليص البيروقراطية في الوكالات الفيدرالية. ووصف ترامب هذه المبادرة بأنها مشروع مانهاتن الحديث، مشيرا إلى أنها جزء من حملة إنقاذ أمريكا. كما أعلن ترامب اختياره لجون راتكليف مدير المخابرات الوطنية السابق ليصبح مدير لوكالة المخابرات المركزية. وكان راتكليف قد شغل منصب مدير المخابرات الوطنية في مايو 2020 ويعد من الحلفاء المقربين لترامب. هذا وأعلن ترامب تسمية مايك والتس مستشارا للأمن القومي في الإدارة الأمريكية المقبلة. وقال ترامب إن والتس وهو نائب عن فلوريدا وعنصر سابق في القوات الخاصة معروف على المستوى الوطني بقيادته في مجال الأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك فقد رشح ترامب حاكم ولاية أركانسو السابق مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.